حنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا في بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير ومحبة وسلام. من هنا من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة، تتواصل التحديات وتتواصل الانطلاقات في يومنا العاشر من هذا المهرجان الغالي، مهرجان سيف أمير البلاد المفدى سيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى يحفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه، وانطلاقتي شوطنا العاشر المخصص لسن الحيل والزمول، وانطلاقة شوط الزمول هنا الشوط العاشر في هذا المسار المتميز والجميل. مباشرة نسير مع هذه الشعارات التي ترقص بين حنايا هذا الميدان، مباشرة مع بداية الشوط والمركز الأول الفاتن مع البداية، علي بن محمد بن علي بن متعب الصعاق من يقدم لنا الفاتن مع بداية الشوط. وتابع المركز الثاني الوصول من وبران سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتقدم مع ثالث المراكز بانطلاقة شاهين حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول والتقدم من ابريل ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند هنا مع المركز الرابع. والمركز الخامس الوصول والتقدم من اللي واصل هنا مزاحم خلفان بن علي بن سالم بن راشد الشامسي. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز الأولى المنطلقة في بداية الشوط وصدارة هذا الشوط. ولكن نعود مع البداية والمركز الأول كما تشاهدون عبر شاشة قناة الريان، وهذه اللقطات المتميزة والجميلة التي ترصد تحركات الأصايل في ميدان الشحانية. شكرا للمبدعين دائما وأبدا علي بوشارب ومحمد بن خزينة على هذا الإخراج المتميز والجميل هنا في ميدان الشحانية. وتابع المركز الأول وصدارة الشوط هنا مع البداية والصدارة، وبران مع المركز الأول من غير وانتقل إلى صدارة الشوط. سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني من يقدم لنا وبران مع الصدارة والمركز الأول. المركز الثاني وتابع الوصول من شعار الصعاق من يقدم لنا الفاتن علي بن محمد بن علي بن متعب الصعاق هنا مع المركز الثاني. والمركز الثاني من يتقدم هنا في هذا الانطلاق الرائع والجميل شاهين حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة أيضا مع المركز الثالث حاضرا هذا الشعار ليقدم لنا شاهين مع ثالث المراكز. والمركز الرابع الوصول والتقدم مع المركز الرابع من شاهين ثامر بن علي بن سعيد آل بريس المري مع المركز الرابع. المركز الخامس من يصل بريل هنا مع المركز الخامس في هذه اللحظات بشعار الأنيق هنا ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند، ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل شعار هنا في هذه اللحظات اللي قادم شاهين عبد الهادي بن محمد بن ترحيب النايفة الهاجري من وصل أيضا مع المركز الخامس في هذه اللحظات. يا سلام على هذه الأسماء وهذه الشعارات المتميزة المنطلقة هنا في مسار هذا الشوط. من تبحث عن تسجيل نقطة صباحية في هذا الميدان أيضا وجائزة هذا الشوط تويوتا لاند كلوزر بيكب رصدت للفائز بالمركز الأول في هذا الانطلاق الرائع والجميل. نتمنى التوفيق لجميع الشعارات التي هنا تسير بين حنايا هذا الميدان. ولكن نعود مع بداية الشوط، نعود مع المركز الأول مع الصدارة هناك صدارة هذا الشوط مع الفاتن علي بن محمد بن علي بن متعب الصعاق المري من يقدم لنا هذا الاسم مع البداية والصدارة. المركز الثاني
وتابع الوصول والتقدم من اللي يتسلل شيئا فشيئا حتى وصل إلى المركز الثاني. شعار بن نايفة من يقدم لنا شاهين عبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، أيضا حاضر شعار بن نايفة ليقدم لنا شاهين مع مسار هذا الشوط. وتابع المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات من يتقدم هناك من ميمنة الميدان، شاهين ثامر بن علي بن سعيد آل بريص المري. المركز الرابع الوصول والتقدم مع المركز الرابع في هذه اللحظات من يتقدم هنا، شاهين حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة، أيضا حاضر هذا الشعار في هذا الانطلاق. المركز الخامس وصول من شعار الشهواني من يتقدم مع المركز الخامس بانطلاقة هذا الاسم، وبران سعيد بن عبد الهادي بن علي بن عبد الهادي الشهواني مع المركز الخامس. يا سلام، ها هي الخمسة الأسماء الأولى مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق الرائع والجميل والمتميز ضمن انطلاق شوطنا العاشر الذي خصص لسن الزمول. يا سلام على هذا الانطلاق الرائع والمتميز والجميل ضمن انطلاقات سن الكبار، ودائما يكون الرقص مع الكبار، يحلو الرقص دائما مع الكبار في مسار هذا الشوط في رحلة 8 كيلومترات. يا سلام، البداية والصدارة مع شاهين عبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري من يقدم لنا شاهين مع انتصاف المسافة. قضينا 4 كيلومتر يتبقى لنا مثلها. يا سلام على هذا الانطلاق. وتابع المركز الثاني شعار الصعاق مع الفاتن علي بن محمد بن علي بن متعب الصعاق من يقدم لنا هذا الاسم مع المركز الثاني من يراقب تحركات شاهين مع بداية الشوط. المركز الثالث يصل شعار هنا، يتقدم هنا شاهين ثامر بن علي بن سعيد آل بريص المري مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار بن انديلة بانطلاقة أحد الأسماء، هنا شاهين أيضا حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة مع المركز الرابع. المركز الخامس، وتابع التقدم من شعار الأنيق من يقدم لنا أحد الأسماء إبريل مع المركز الخامس. ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند مع خامس التحديات. وتابع شعارات وتابع أسماء أيضا خلف الخمسة المراكز الأولى، أسماء لها ثقلها وشعارات تميزت في هذا الميدان وفي الميادين الخليجية. يا سلام الله، هنا هناك شعارات وأسماء لم يحن موعد ظهورها، سوف تشاهدونها هناك مع الأمتار الأخيرة والكيلومتر الأخير. نعود مع البداية، نعود مع المركز الأول، مع صدارة الشوط، مع شعار بن نايفة من يقود مسيرة هذا الشوط هناك على قمة الهرم. مع البداية والصدارة شاهين عبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري من يطمع هذا الشعار بانتزاع نقطة ثمينة في هذا الصباح الجميل. تابع المركز الثاني شعار الصعاق مع الفاتن أيضا حاضرا بكل قوة مع مسار هذا الشوط. مع المركز الثاني علي بن محمد بن علي بن متعب الصعاق المري. المركز الثالث يتقدم هنا في هذا المسار شاهين ثامر بن علي بن سعيد آل بريص المري المتابع لشاهين، ولكن تابع التسلل من شعار بن انديلة من يقدم لنا شاهين أيضا حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة أيضا حاضر هذا الشعار ليكون اسما قويا في مسار هذا الشوط في تحديات هذا الانطلاق الرائع، هذا الانطلاق الجميل. يا سلام، المركز الخامس الوصول والتقدم، ونذكر بأن صاحب سيارة في ميدان الكويت. يا سلام، هنا هذا الشعار المتميز شاهين حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة في رصيد سيارة في ميدان الشهيد بدولة الكويت الشقيقة. الله، حاضرا بسجله الحافل في هذا المسار المتميز. أتابع المركز الخامس الوصول والتقدم من شعار الأنيق من يصل في مسار هذا الشوط من يتقدم بانطلاقة إبريل ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. يا سلام، يا هذه الأسماء وهذه الشعارات، يا سلام على هذا الانطلاق الرائع والجميل والمتميز في مسار هذا الشوط في تحديات 8 كيلو متر
الفترات. نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، مع شعار بن نايفة. من يقدم شاهين؟ عبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري مع صدارة الشوط. من يمن النفس لانتزاع السيارة اللاند كلوزر بيك اب في هذا التحدي المثير والرائع؟ المركز الثاني، من يتقدم مع المركز الثاني في هذا الانطلاق؟ شاهين ايضا في هذا المسار، حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديلة مع ثاني التحديات. المركز الثالث، شعار الصعاق مع الفاتن في هذا الانطلاق، علي بن محمد بن علي بن متعب الصعاق المري. المركز الرابع، يتقدم شعار البريس في مسار هذا الشوط. يا سلام بانطلاقة ايضا شاهين في هذا التحدي الرائع والمثير. شاهين ثامر بن علي بن سعيد البريس المري وصل شعار الانيق ليكون حاضرا في مسار هذا الشوط. متحدي جميل، ابريل ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند، ووصل شعار صايد الرموز في هذا المسار. مرحبا بشعار صايد الرموز. من ينطلق مع المركز الخامس مع الطائر في هذا المسار؟ فهد بن محمد فهد بن عبد الله الخيارين يصل واول نداء لهذا الاسم. ولكن نعود مع البدايه، نعود مع صداره الشوط، نعود مع المركز الاول مع شعار بن نايفه مع شاهين. شاهين مع البدايه والصداره، عبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري مع صداره الشوط مع المركز الاول. دخلنا اجواء الكيلو، الكيلومتر الاخير يا بن نايفه، ركز مع البدايه، التركيز مطلوب. المركز الثاني هنا اللي واصل مع المركز الثاني، يتقدم شاهين، حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديله يصل بسجلاته الحافله بتاريخه المشرف. المركز الثالث، شعار الانيق، من يتقدم مع ابريل؟ ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. الله يا سلام، ارتفعت حراره الشوط، الشوط ولع يا جماعه، الشوط ولع، الشوط ولع. الصداره مع شاهين، شاهين مع البدايه مع المركز الاول مع صداره الشوط. عبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري مع المركز الاول والصداره. المركز الثاني ابريل، المركز الثالث شاهين يتقدم في هذا المسار، حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديله مع ثاني التحديات. المركز الثالث ابريل، ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع، هناك من يصل مع المركز الرابع، الطائر فهد بن محمد بن عبد الله الخيارين. ولكن شاهين، شاهين مع شعار بن نايفه مع المركز الاول مع صداره الشوط. سلام بن نايفه، سلام، سلام على هذا الاداء، وتهانينا والناموس للوالد محمد بن ترحيب بن نايفه على هذا الفوز والانتصار وانجاله الكرام الذين يتابعون هذا الشعار. المركز الثاني، ان وصل مع المركز الثاني في هذا الانطلاق الرائع والجميل، شاهين حزام بن محسن بن حزام بن راشد بن انديله المري. المركز الثالث، المركز الثالث وصل ابريل، ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند. المركز الرابع، المركز الرابع كان حاضرا شعار الطائر فهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين. وخامسا، خامسا كان هناك موادع مع المركز الخامس، حمد بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيده. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام تابعنا هذا الشوط الذي كان حاضرا شعار بن نايفه بكل قوه في تحديات ومنافسات هذا الشوط في هذا الانطلاق الرائع والجميل. إذا مشاهدينا متابعينا الكرام، هكذا شاهين كان حاضرا مع الموعد بتوقيته الزمني 13 دقيقة 3 ثواني جزئين من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الهادي بن محمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، وتهانينا ايضا لمحمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري الوالد على هذا الفوز والانتصار، بينما كان مع المركز الثاني حاضرا مع ثاني التحديات. هناك شاهين حاضرا مع المركز الثاني وتوقيته الزمني 13 دقيقة 5 ثواني 8 أجزام من الثانية. تهانينا والناموس لحزام بن محسن بن راشد بن انديلة على هذا الفوز والانتصار، بينما المركز الثالث وصل هنا في المركز الثالث كان حاضرا أيضا الطائر بتوقيته الزمني 13 دقيقة 8 ثواني 3 أجزام من الثانية. تهانينا والناموس لفهد بن محمد بن فهد بن عبد الله الخيارين، وتهانينا والناموس لجميع الفائزين.